في النهاية أنا أتمنى المغرب أكيد تأهل. أنا بدي توقع مش تمني. توقع 2-1 فرنسا. المباراة الصراحة بتكون جدا جدا قوية. المغرب إن شاء الله فوز بكرة إن شاء الله. التوقع جيلي كمغربي هو الفوز، المغرب سيحقق الفوز وسيصل إلى النهائي إن شاء الله. الفوز للمنتخب المغربي، نحن كجزائريين يعني راح نشجع المغرب أكثر من المغرب من المغاربة نفسهم. فرنسا أصعب من البرتغال ولا البرتغال كانت أصعب من فرنسا؟ أصعب من البرتغال، وعنده كيليان مبابي، وبعدين المنتخب المغربي بيكون مرهق بدنيا على الأشواط الإضافية اللي لعب في المباراة التأهل، وعلى المجهود اللي بذله في الشوط الثاني ضد مباراة البرتغال. ولكن إن شاء الله نقول لك فرنسا جاية من مرتاحة، يعني فايز فوزين 4-1 3-1 ولا 3-1 بولندا صح، وعندك 2-1 انجلترا، فوز مريح يعني ما في اشواط اضافيه ما في اي شيء. اذا تعدت المغرب فرنسا فالبطوله ارجنتينيه، لان فرنسا بيني وبينك عندهم لعيبه كويسين، يعني عندهم مدرب صح. الارجنتين ترى مدربها مش ولا بد مثل البرازيل مع الاسف. اذا لعبت المغرب والارجنتين على النهائي مين حتشجع؟ الراس، شوف الراس ايش اللي فوق، انا المغرب تحت قلبي اوكي مع الارجنتين، بس راسي وان شاء الله اللي حيرفعوا الراس زياده هم ان شاء الله اسود الاطلس. توقعتنا بصراحه ان المغرب يفوز 2-1 ان شاء الله. متفق مع ان شاء الله هجمه المغرب. يعني بحكم الفوارق الفنيه فرنسا يعني اشوفك تساح، ولكن ان شاء الله ما تكون نتيجه كبيره ان شاء الله. توقعات 2-0 حق فرنسا، توقعات يعني. توقعي 2-1 المنتخب المغربي. مغربي. المغرب مع البرتغال ما راح تشوط اضافي. ما راح تشوط اضافي، لكن بذلت مجهود اكبر اقوى من اي شوط ممكن تشوفه يعني في الشوط الثاني، عرفت؟ قوه بدنيه مو طبيعيه، عرفت؟ فوز سواء كان بهدف واحد او بجوج اهداف او فريق اكثر، احنا كنتمنوا نحققوا الفوز 1-0 ان شاء الله، هذا هو التوقع ديالي. نتمنى طبعا انه المغرب بكره ان شاء الله يا رب انها تعمل شيء وتصل للنهائي. يعني منتخب المغرب منتخب ما مرق، يعني منتخب كثير قوي مميز ومميز جدا صراحة. إن شاء الله يا رب بكرة يفوزوا على فرنسا، وبعدين صراحة إذا فازت على فرنسا راح أشرح تريننج، يعني راح نوقف مع المغرب إن شاء الله. أعطينا توقعك للمباراة بكرة بين المغرب. أشوف كمستوى فني يعني توقع مش أمنية. لا أيوه توقع كمستوى فني انه فرنسا حتفوز مع الاسف يعني، ولكن الامنيه ان شاء الله من عند الله انه المغرب تفوز، ساعملها مفاجاه زي ما عملت السعوديه مع الارجنتين. 2-0 المغرب وصفر فرنسا. مين حيواجه الارجنتين بالنهائي، المغرب ولا فرنسا؟ كم توقعك للمباراه بكره غدا؟ شوف والله انا تمنيات المغرب، لكن عندهم اصابات كثيره، هذا الشيء يخوف. اعطيني توقعك النتيجه. 2-0 الى 3-0 الله لا يقوله يعني. صفر المنتخب الفرنسي. ما ودي اقولها بالله اني اقولها وانا حزين يعني. توقعاتي ان شاء الله الى المغرب 2-1 ان شاء الله فوز ان شاء الله باذن الله ان شاء الله. اتوقع المغرب ان شاء الله 3-0 باذن الله. 3-0 متفائل؟ اي ما يحتاج، المغرب 100% ما يحتاج. في دائما حاله من التخوف من كيليان مبابي، ولكن كذلك اشرف حكيمي يعني زميله واليوم وليد الأقراقي قال انه يعني هم على درايه ببعض اكثر، متخوف من مبابي بكره على جهه حكيمي؟ والمنتخب المغربي ما لقاش مسيره سهله، وكما كيقول شاك فوا وليد الأقراقي حنايا المنافسه الشريفه، دونك حكيمي كيعرف مبابي ومبابي كيعرف حكيمي، دونك لو ميور غاني والافضل يفوز غدا ان شاء الله ماشي مشكل. اظن ان هذه المباراه ستكون مباراه جد صعبه بحكم اننا سنلعب ضد بطل العالم، ولكن لنا ثقة كبيرة في منتخبنا، في لاعبينا، في مدربنا نسميه راس لافوكا، تحية لوليد الأقراقي. أظن أننا سنربح مباراة عن طريق ضربة ترجيح، ستكون كما قلت مباراة جد تكتيكية. أعطيني توقعك للمباراة. مباراة فرنسا والمغرب أتوقع 2-1 للمغرب إن شاء الله. المغرب 2-1. كل تحليلك كان ضد المغرب، بعدين توقع 2-1. لا مو ضد المغرب، أنا قاعد أتكلم عن الحقائق بس، في النهاية أنا أتمنى المغرب أكيد تأهل. أنا بدي توقع مش تمني. توقع 2-1 فرنسا. I'm from France, I live in France, born and raised there, right? But I'm supporting Morocco because of my parents, okay? So tomorrow, inshallah, no friendly game. Moroccan people needs to beat them, okay? No mercy. We're gonna eat them, okay? المغرب عندهم مدرب لو عرف يختار التشكيلة الدفاعية مع فرنسا، لأن عندهم مشكلة مبابي ذا صراحة نار. راح يسجل بكرة المنتخب المغربي؟
ما يهمش المنتخب الوطني المغربي، كل الافراد ديالو كلهم كيلعبوا ككتله واحده، دونك الهدف سواء حق خوزياش او حكيمي او امرابط او بونو علاش لا، المهم كيبقى فوز ديال المنتخب المغربي، وان شاء الله كنتمنى 1-0 للمغرب اليوم.